ازيكم يا جماعة؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. Thank you so much for tuning in و thank you Milky Way magazine for having me. انا هجاوب دلوقتي على 10 اسئلة وان شاء الله الساعة 9 بالليل هيبقى فيه live Q&A و some live music. So stay tuned. يلا نبتدي. طيب، هو از يوسف حسن. انا عندي 35 سنه، بحب الميوزك جدا وبحب الافلام والمسلسلات ونتفليكس وبحب الفيديو جيمز وبحب الاكل، يعني بحب كل حاجه فيها انتخة ويعني انا كاوتش بوتيتو جدا يعني. واكتر حاجه بحبها في الكوارنتين ده ان I don't feel guilty being a couch potato علشان كل الناس كاوتش بوتيتوز. How and when did your musical journey start? يعني since I can't even remember، يعني ما انا فاكر من يعني من وانا عندي 5 سنين، يعني كان بابايا جايب لي كيبورد صغير كده، اورج كاسيو كده صغير، كنت بقعد العب عليه ميوزك، كنت بسمع ميوزك وبلعبها على طول. ما اتعلمتش ميوزك ايفر، يعني كل حاجه كنت سيلف تات في كل حاجه. انا فاكر كنت بقعد يعني اسمع مزيكة عمر خيرت، اسمعها كده والعبها على الاورج الصغير ده، فمن زمان قوي يعني. What or who inspired you to pursue music؟ يعني if I have to pick one، لازم يكون مايكل جاكسون، لان مايكل جاكسون هو اول ميوزك سمعتها يعني وانا صغير. فاكر اول البوم جبته كان باد بتاع مايكل جاكسون، كنت فاكر كنت بقعد اسمعه في الووكمان، يعني كنت بقعد بقى اسمع بالهيدفونز واركز قوي في كل حاجه، فده كان مايكل جاكسون كان ماي بيجست انسبيريشن يعني. حاجه التامبورين والكاخون بالكيك بادل بتاعته، وبعد كده الهارمونيكا، عندي 2 هارمونيكاز، واحدة كي اوف جي واحدة كي اوف اي، والكازو، وده الهارمونيكا هولدر، وبعد كده عندي البيانو، و last but not least and يعني hands down my favorite instrument هو my acoustic guitar، وده مارتن DXMAE. It's an entry level Martin, but it's definitely my favorite guitar و my favorite instrument. What influences your music the most؟ يعني بالنسبة لل original music، أنا كان عندي instrumental project كنت بعمله من سنتين أو حاجة، وال current project بتاعي هو ال one man band. بس في الانسترومنتال بروجكت بتاعي اللي فات كنت بفوكس اكتر على المدن اللي في مصر، الاقصر، اسوان، اسكندريه، كنت بشوف السيتيز دي، بشوف المدن دي ايه اللي بينسباير مي فيها، والميوزك بتاعتي كانت بتبقى بيزد على السيتي نفسها. My current project ال one man band project ما فيهوش قوي originals، mainly بلعب cover songs وبتبقى كلها يعني الاغاني اللي انا بحبها، يعني ما بعرفش cover اي اغنية وانا ما بحبهاش، لازم تكون اغنية بحبها قوي يعني. My family، my phone و my guitar. طبعا my family يعني it goes without saying يعني my family يعني. My phone لان انا تليفوني بعمل عليه كل حاجه، بصور فيديوز بيه وبعمل فيديو editing وبكتب ليركس عليه وبريكورد ميوزك بيه وبعمل بيه كل حاجه، وسوشيال مانجمنت وسوشيال ميديا مانجمنت وكل حاجه يعني.
I can't live without it يعني. بقيت ماشي دلوقتي باور بانك على طول. ماي جيتار برضو I can't live without it لان انا من وانا صغير يعني الجيتار ده يعني كنت بلوز تراك اوف تايم اول ما بمسك جيتار يعني ممكن العب جيتار كده ابتدي الساعه 9 اقعد العب 10 بفكر ايه الستايل اللي عايز اعمله بس اللي بفكر فيه دلوقتي ان هي تبقى حاجه الكترونيك ميوزك مع طبله شرقي ستايل كده ستايل مختلف شويه يعني بس لسه ما ابتديتش اسجل اي حاجه فبرضه ممكن اغير رايي يعني What is the next step you would like to take in your career زي ما قلت في السؤال اللي فات my next step هو يوسف حسن project ده هيبقى كله original songs عربي وانجليش كتبت شوية اغاني ولسه في حاجات تانية هكملها لسه بفكر برضو في الستايل مفيش ستايل معين حسب كل اغنية والمود بتاعها حسب كل اغنية يعني مفيش حاجة معينة لسه يعني بس هي دي النكست ده النكست بروجكت بتاعي ونكست ستيب ان ماي ميوزيكال جيرني tips for learning instruments practice يعني لازم كل يوم بس مش لازم مدة طويلة بس يعني لازم تبراكتس كل يوم tips for learning instruments practice يعني لازم كل يوم بس مش لازم مدة طويلة بس يعني لازم تبراكتس كل يوم ممكن كل يوم 10 دقايق ربع ساعة نص ساعة اي حاجة بس لازم كل يوم يعني تبراكتس كل يوم شوية صغيرة احسن ما تقعد مثلا تبراكتس مرة في الاسبوع ساعتين فبراكتس اوكي ثلاث حاجات اول حاجة براكتس زي ما قلت في السؤال اللي فات تاني حاجة just start ما تفكروش في نوع الكاميرا اللي بصوروا بيها ولا نوع الجيتار ولا نوع البيانو او whatever just start and eventually you will get better وتالت حاجة persistence لان الدنيا بقت زحمة قوي دلوقتي اونلاين اي حد ممكن يعمل كونتنت ويحطه اونلاين ف you have to stay persistent حتى لو مفيش لايكس ولا فولورز ولا سبسكرايبرز it will take some time بس stay persistent keep pushing out content بس